الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى مع سورة جديدة وهي سورة الانفطار. وسورة الانفطار سورة مكية، إذن هي سورة مكية. وقدمنا في الدروس الماضية أن السورة المكية تعتمد اعتماد كبير على إثبات التوحيد والنبوة واليوم الآخر والبعث ومناقشة ومحاججة الكفار في إثبات هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا السماء انفطرت. إذن هو سيتحدث سبحانه وتعالى عن يوم القيامة. إذن السماء انفطرت بمعنى انشقت. قد تحدث الله سبحانه وتعالى كثيرا عن هذه السماء، إما في إثبات وسعها، وسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وأيضا تحدى الله أنها محكمة، فارجع البصر هل ترى من فطور. أيضا تحدث أنها بناها من غير عمد ترونها، ثم بيّن الله أنه زينها بالكواكب وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، إلى أن أحكم بناءها كما قال سبحانه وتعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن الله أعطى هذه السماء من المميزات العظيمة، ثم حدثنا أنها ستنشق وتفتح أبوابها تنزل الملائكة كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فدائما التعظيم من الشيء تعظيم لهذا المنشئ. يعني الآن مثال يا شيخ زكريا، مثال: لو أنك وجدت طفلا صغيرا في الخامسة من عمره، في السادسة من عمره، ثم ضربته، ثم تقول للناس: أنا أستطيع أن أضرب طفلا، هل هذا شيء ممدوح أم مذموم؟ مذموم، لأنك قوي واستضعفت هذا الضعيف، فهي في الحقيقة دناءة في الخلق. لكن لو أنك وجدت رجلا ضخما قويا، شكيمته عظيمة وطاقته جبارة، ثم قهرته، تمدح أم لا تمدح؟ تمدح. لذلك العرب في جاهليتها كانت تمتدح أن تجعل عدوها قويا ثم تقضي عليه، كما قال: عنتر بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم. بطل إذن هو فارس، وثيابه من ضخامته، لو وضع ثيابه على شجرة لاستوعب هذه الشجرة من ضخامته، وأيضا أنه شريف لأن السبت هي النعال من جلد البقر المدبوغ، فهو غني. إذن هو بطل وضخم مكتمل وغني، وليس بتوأم بمعنى أنه ليس له أخ في بطن أمه، فهو أخذ حقه في الحمل واحد فقط. ثم قال: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم. بعد قليل ماذا قال؟ قال: تركته تمكو فريسته كشدق الأعلم، قتل تركه جزر السباع وكل نسر قشعم. هنا امتدح نفسه بمدح من؟ عدو الله سبحانه وتعالى، وهو الجبار، امتدح نفسه بأن ضخم هذه السماء وعظم من شأن هذه السماء، ثم بيّن أنها ستنشق وأنها ستفتح، بل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذن الله لما ذكر هذه السماء ذكرها من باب التعظيم لنفسه، لأنه عظم من حق هذه السماء. ثم قال: وإذا الكواكب انشقت.
اندثرت بمعنى تفرقت. إذن الكواكب ستتفرق. إذن لماذا الله أيضا ذكر هذه السماء؟ ذكرها لأن جعل فيها كواكب. وقدمنا في الدرس الماضي أن النجوم انكدرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أي اختفى مكانها وتغير معالمها، لأن الله أيضا ذكر أن السماء أن هذه السماء زينها بالكواكب. فإذا الكواكب زينة لمن؟ للسماء. إذا تشققت السماء ماذا يحدث لزينتها؟ تتغير وتختفي، ويذهب فائدة وجود هذه الكواكب التي جعلها الله علامة وزينة ورجوم. إذا هذا الشرط الثاني، وإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. فجرت بمعنى اختلطت. فجرت بمعنى اختلط. الله سبحانه وتعالى عظم، شيخ نوح، الله سبحانه وتعالى عظم من شأن قدرته بين البحار بفصلها، وهو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. لا تجد البحر يدخل على الماء العذب فيجعله مالحا، ولا العذب يدخل على البحر فيجعله حلوة، بل هناك منطقة كأنها حاجز، كأنها سد، تكون هذه المنطقة لا هي حلوة ولا هي مالحة، بحيث أن تكون حاجز بين البحرين. لكن إذا جاء يوم القيامة ماذا يحدث؟ يختلطان، فلا نعرف حلوا ولا نعرف مالحا. فجرت. وتقدم في الدرس الماضي وإذا البحار سجرت. إذا سيختلط المالح بالعذب، وأيضا تصبح نار. الماء الذي هو يطفئ الماء النار هو الذي سوف يكون نارا، نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. بعثرت هنا بمعنى قلبت. بعثرت بمعنى قلبت. ماذا معنى كلمة قلبت؟ بمعنى أصبح الباطن ظاهرا. نقول بعثرت الثوب، بعثرت الثوب أي ما كان في الأسفل جعلته الأعلى، وما كان في الأعلى جعلته أسفل. لذلك القبور تبعثر بمعنى سوف تخرج. واضح؟ إذن فعندنا القبور تبعثر بمعنى أن ما كان في باطنها يخرج مرة أخرى، بمعنى إحياء الموتى، بمعنى إحياء الموتى. إذن هذه شروط، أربعة. إذا هي كم شرط؟ أربعة. في سورة التكوير 12. إذن الجواب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس. علمت ماذا؟ ما قدمت وأخرت. وفي سورة التكوير علمت نفس ما أحضرت. الآن كل منا يظن أن الموت سيأتي. لاحظوا في أنفسنا، هل تؤمن بالموت يا شيخ؟ هل الموت حقيقة أم خيال؟ حقيقة. لكن هل أعمالنا تدل على أننا مؤمنون بالموت؟ لا، نحن نعيش كأننا لن نموت، نحن نعمل كأننا، مع أننا كلنا مقرون أننا سنموت. لذلك يقول الحسن البصري، يقول لا تجد شيء
يقين لا شك فيه، في شك لا يقين فيه إلا الموت. قال الحسن البصري لا تجد يقينا لا شك في شك لا يقين في مثل الموت. كلنا يقر بالموت، كلنا يعرف أن الموت قادم، كلنا يشاهد الموت صباح مساء، ومع ذلك أعمالنا لا تدل على هذا الأمر، أعمالنا لا تدل على هذا الأمر. لذلك الله عندما نرى يوم القيامة لا تجد يقينا لا شك فيه في شك لا يقين فيه مثل الموت، مثل الموت. إذن الموت حقيقة، لذلك الله بعد دخولنا القبور سوف يخرجنا، عندها سنعلم ما قدمنا وما أخرنا، علمت نفس ما أحضرت، يوم تجد كل نفس ما عملت. كلنا سنرى، لأن يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت آمنت كل نفس، لكن في فترة لا ينفع الإيمان. نفس الطريقة في البعثة، إذا بعثرت القبور كلنا سنؤمن، لكن هل ينفع إيماننا؟ لا ينفع، إلا إذا كانت قد كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا جواب القسم، والله إذا شقت السماء والكواكب انتثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت، الجواب علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم انتقل الله إلى قوله يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله سبحانه وتعالى لم يقل يا بني آدم، إنما قال الإنسان. إذن أعظم صفة في الإنسان هي الإنسانية، بوصفك إنسان أنت متميز عن غيرك، وكونك إنسان هو الذي يقبل التعليم والأخلاق والرقي. فيا أيها الإنسان القابل للتعليم، يا أيها الإنسان القابل للأخلاق، ما غرك، بمعنى ما خدعك. ثم وصف الله نفسه بقائل بربك الكريم. إذن هناك صفتان، أنه رب وأنه كريم. ولماذا اختار الله كلمة بربك الكريم؟ لماذا لم يقل بربك العظيم، بربك المنتقم، بربك الخالق؟ لماذا اختار الله لفظ كريم مع لفظ غرك؟ لأن الكريم هو الذي يقبل القليل ويعفو عن الكثير، والذي يقبل القليل ويعفو عن الكثير. فالله يقبل منا كل شيء نقدمه له خضوعا وذلا وعبودية، ويتجاوز عن كثير من أخطائنا. فهل هذا الذي دعاك إلى أن تصبح مغرورا؟ ثم بيّن الله قال بربك الكريم الذي خلق. إذن أول أمر يدل على قبح هذا الإنسان كما قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، أول أمر يدل على أن هذا الإنسان المغرور هو إنسان فقد إنسانيته، فذكره ربه بقوله الذي خلقك،
الذي لا يملك الخلق لا يملك أن يتحكم. قدمنا مرارا أن أي إنسان يأتي يقول أنا حر، أنا لا أريد أن أؤمن بهذا الرب، أنا لا أريد أن أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول هل خلقت نفسك؟ هل تملك نفع نفسك؟ لو مرضت من الذي سيشفيك؟ لو جرحت من الذي سيشافيك؟ إذا أصابتك ضائقة من الذي ينقذك؟ إن كنت صادقا في حريتك لا تموت. لماذا لا تستطيع أن تتوقف في النمو في السنين؟ لماذا تصبح طفلا ثم رجلا ثم شيخا ثم هارما ثم تعود مرة أخرى إلى أن تفقد كل الأحاسيس وأنت حي، تفقد البصر والسمع والذوق والإحساس ثم تقهر بالموت؟ كل هذا وتقول أنا حر، كل هذا وتقول أنا لا أؤمن برب، كل هذا وتقول أنا لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الله ذكر قال يا أيها الإنسان، إذا أنت إنسان، إذا أنت مخلوق، يعني كان الله يقول يا أيها المخلوق، والمخلوق بمعنى المقهور. فذكر الله من الصفات التي قهرك عليها أنه خلقك، وليس خلقك فقط، قال الذي خلقك فسواك فعدل. إذن هناك ثلاث صفات جعلها الله في الإنسان، هذه الصفات الثلاث التي هي الخلق والسواء والعدل، لا تملك أنت أحدها. هل اخترت لونك؟ اخترت جنسيتك؟ اخترت ذكر أم أنثى؟ اخترت أن تكون هنا أو هناك؟ اخترت أبويك؟ اخترت طولك؟ مكان عينيك؟ إذا لم تختر شيء، هو الذي سواك وسواك فعدلك. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، فأنت أيها الإنسان جعلك الله في أحسن تقويم. هل هذا شكرك له أن جعلك عظيما في ملكوت السماء؟ سخر لك كل شيء. رأيتم الفيل؟ يكاد يكون أكبر الكائنات هنا على الوجه اليابسة. من الذي يقهره؟ طفل صغير. البعير يأتي طفل صغير وينيخه حتى على الحجارة. من الذي جعل الوحوش تهرب منك؟ يا أيها الإنسان، ما خدعك عن الذي يعفو عن الكثير ويقبل القليل، الذي من عليك بخلقك ثم من عليك بأن سواك ثم من عليك بأن عدلك؟ بل زاد الله فقال في أي صورة ما شاء ركب. الإنسان الله سواه فعدله، هو الكائن الوحيد المنتصب القامة، هو الكائن الوحيد الذي يحسن استخدام أصابعه، هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يكتب ما يدور في عقله، هو الكائن الوحيد الذي سخر له كل شيء فاستخدم كل شيء. هكذا خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء، عاد الأمر إليه أن مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قدمنا في سورة التكوير، قال سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في أي صورة ما شاء ركبك. الآن انتقل الله بعدما بيّن حقيقة هذا الإنسان، انتقل إلى العودة مرة أخرى لماذا أقسم بالأربعة، ولماذا تعلم كل نفس، ولماذا أصبح الإنسان مغرورا؟ قال كلا بل تكذبون بالدين.
إذن ما سر غرور الإنسان؟ أنه مكذب بماذا؟ قدمنا في الدروس الماضية أن سبب طغيان الإنسان أنه آثر الحياة الدنيا. نعم. وقدمنا أن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن وهذه من الأسباب التي تجعل الإنسان مغرورا. وضرب لنا مثلا ونسي خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا استعرضت القرآن ستجد أن المشركين دائما ينكرون البعث، وإنكارهم للبعث جعلهم طغاة وجعلهم لا يحسنون كثيرا من الأخلاق، وجعل أن الحياة الدنيا هي التي تعطي وهي التي تأخذ. حتى أن العرب في جاهليتها كانت تقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه هي الحياة عندهم، وما يهلكنا إلا الدهر. إذن لا حياة، موتة واحدة. هو السؤال، إذا كانت النهاية الموت، لماذا وجدت؟ إذا كان نهايتك الموت بالأساس، أنت لماذا جئت؟ عندما أقول لك إتيانك من بلادك إلى بلادنا ثم ستعود كما جئت لا تتعلم ولا تأخذ شيئا، سيكون سؤالك لماذا جئت إذا؟ عندما أنا أسافر إلى بلد معين هناك أهداف، تجارة، سياحة، تعلم، اكتشاف، مساعدة، أسباب، لكنني أتي الدنيا وأعيش 60 سنة أفعل جميع المنكرات وأفعل جميع الطوام ثم نهاية الموت. لذلك في مثل يصلح لهذه النقطة وهي من أمن العقوبة أساء الأدب. من أمن العقوبة أساء الأدب. أنت عندما تكسر مثلا محلات تجارية وأنت على يقين أن ليس في هذه البلد شرطة أو قانون، هل سيردعك أحد عن فعل هذا المنكر؟ عندما تقتل الناس وأنت تعلم أنك لن يضرك أحد، هل تمتنع عن قتلهم؟ هكذا الإنسان عندما لا يؤمن بيوم القيامة يصبح مغرورا. عندما لا يؤمن بأن هناك خالقا سيحاسبك على كل شيء يصبح مغرورا، وإذا أصبح مغرورا أصبح طاغية. الغرور بمعنى الخداع أو الغفلة. ما الذي جعلك مغفلا؟ ما الذي أطمعك؟ يا أيها الإنسان ما غرك، أي أطمعك أو خدعك أو جعلك مغفلا أو غافلا عن هذا الرب العظيم. عندما يا شيخ أبو مصطفى أبو معاوية، عندما نحب بعض أطفالنا الصغار سنتجاوز عن كثير من أخطائهم، بينما أخوه الآخر قد أعاقب على نفس الفعل. ما الذي جعل هذا يتمادى؟ حبك، فجعله يتمادى يصبح طامعا أو غافلا عن عقوبتك. لكنه إذا علم أن الخطأ غير مغفور له هل سيخطئ؟ عندما يخطئ ابنك ويعلم أن هناك معاقبة هل سيقع في الخطأ؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أمهل الإنسان، أعطاك فرصة وفرصة وفرصة وفرصة، لكنك في النهاية ستموت، وفي الموت ينقطع العمل، وبانقطاع العمل سيكون هنا علمت نفس ما قدمت وأخر. فيا أيها الإنسان لا يغرك أن الله فسح لك المجال للتوبة، ليس غفلة من الله. الآن الإنسان منا ربما يحدث منه بعض الذنوب، فإن عاد إلى الله سبحانه وتعالى فالله غفور
رحيم، لكنك إن تماديت لا تأمن مكر الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن ما غرك بربك الكريم، لا تحسب أن الله إذا ألقى ستره عليك أن هذا إعجابا منه بما تفعل أو أنه غفل عن عقابك. لذلك الله قال كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم كراما كاتبين. إذن ذكر الله صفات الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما. إذن أعاد مرة أخرى الله ذكر من؟ أعاد الله مرة أخرى ذكر من؟ ذكر الملائكة. الله سبحانه وتعالى ذكر والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وفي سورة عبس ماذا قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفر كرام برر. إذن فالله ذكر أنهم حافظين لكل ما نفعله وكاتبين لكل ما يصدر منا، وأنهم كراما. والكريم هو الثقة، كراما كاتبين أي ثقات مأمونين، لأن الكريم كما قلنا هو الذي يعفو عن كثير ويقبل، لكنه أبدا لا يظلم، لكنه أبدا لا يخون. فهؤلاء الملائكة ستكتب كل ما يحدث منك دون زيادة أو نقص، دون زيادة أو نقص. إذن الله سبحانه وتعالى جعل سبب غرورنا هو أننا مكذبين بيوم الدين. ثم بين الله أن علمت نفس ما أحضرت ما قدمت وأخرت بسبب أن علينا ملائكة كاتبين حافظين يعلمون ما تفعلون. الآن الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الحقيقة، وهي أننا سنكون مع الملائكة في هذا الطريق، وهو أن الملائكة ستكتب كل شيء يصدر عنا. ثم أعاد الله سبحانه وتعالى أن هناك طريقان، هناك ماذا؟ طريقان. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ كراما يعلمون ما تفعلون. إذن إذا قامت القيامة سنجازى بسبب غرورنا وجهلنا وتقصيرنا في حق الله، ثم سيأتي الملائكة بما كتبنا وهم الكرام المأمونين الثقات إلى طريقين. ما هما؟ جنة نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعملون يعلمون ما تفعلون. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، والبر هو الذي أخلص العباد لله سبحانه وتعالى. لذلك الله دائما يصفهم بأعلى المراتب، إن للمتقين مفازا، إن الأبرار لفي نعيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فوصفهم بصفة الأبرار والمتقين، الذي يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الله دائما يذكر الأبرار ويذكر الفجار. الأبرار أعطاهم أفضل صفة وأجمل صفة، وهي البر الذي أخلص العبادة فأصبحت العبادة جزء منه لا تتغير، وعكسها فأصبح فاجرا، والفاجر من الانفجار والفجور، وهو أن يخرج منك الشيء بقوة. لذلك نقول فجر
بمعنى أنه أصبح صوتاً دوياً، معه لهب، معه دخان، هذا الانفجار. فالفاجر ليس فقط أنه يعصي في الخفاء، بل يجاهر بالمعصية، فسماهم الله فجار. الله سكت عن الأبرار بآية واحدة، قال إن الأبرار، لكن لما جاء عند الفجار ماذا قال؟ إن الفجار لفي جهنم يصلونها. وما هم عنها بغائبين. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى أولا أنهم فجار، وذكر أنهم في الجحيم، إن الفجار لفي الجحيم، ثم ذكر أن هذا الجحيم سيصلونها متى؟ يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، أي ستكون النار تنتظرهم، كما قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. ستأتي النار، يوم تأتي النار ستأتي إلى الفجار تكاد تأكلهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها غائبين، ثم قال تعالى وما أدراك ما يوم. ثم ما أدراك ما يوم الدين، كم مرة ذكر الله سبحانه وتعالى الدين؟ ثلاثة ذكرها الله، هذه واحدة. كلا بل تكذبون بيوم الدين، ثم قال يصلونها يوم الدين، ثم قال يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. إذن الله ذكر في آية واحدة أربع مرات كلمة الدين لكي يثبت عندك أن يوم القيامة هو أعظم حدث ينبغي على الإنسان أن يخافه. كما قدمنا في الدروس الماضية دائماً الله يذكرنا بيوم الدين. آمنوا بالله، لما تريد الإيمان ما أركان الإيمان؟ وتؤمن بيوم الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله لمن كان اليوم الآخر، إن كنتن تردن الله ورسوله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تحد على ميت فوق ثلاث، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر، حتى لا تنسى هذا اليوم الذي سيقوم حياتك، لأن سبب غرور الإنسان أنه يكذب بيوم الدين. لماذا يكذب بيوم الدين؟ لأنه على يقين أن الموت قادم، وعلى يقين أنه لن يموت، لأن الإنسان عنده الأمل، أنا سأعيش سأعيش. الآن بعضنا قد يخطط لعشر سنوات قادمة، وما الذي يغرك أو يطمعك أن تعيش إلى غد؟ ذلك العاقل هو الذي يعيش يومه. يا ابن آدم إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء. بهذه الصورة سوف يحسن عملك. كثير منا ماذا يفعل؟ يقصر ويقول إن شاء الله بعد أيام، بعد شهرين، بعد سنتين سأكون إن شاء الله في حالة أفضل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الفجار، سبب أنهم فجار أنهم لم يتقنوا يوم الدين في نفوسهم. لو أتقن الإنسان يوم الدين في نفسه لصلح من حاله الكثير. ثم بيّن الله لماذا عظم هذا اليوم بقوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. إذن هذا اليوم لن يملك أحد لأحد شيئا. إذن أنا لا أملك لك شيء وأنت لا تملك لي شيء. الملك يومئذ لله الواحد القهار. جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى بعد النفخة الأولى يموت كل شيء، ف
فيقول الله بصوت مسموع يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد. ثم يقول من لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد. قال لمن الملك اليوم، لا يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لذلك إذا كان اليوم آخر لله سبحانه وتعالى فعليك أيها الإنسان أن تلجأ له دائما. الله يذكرنا بهذه الحقيقة، أنك مخلوق، خلقك فسواك فعدل، وأنك مقهور بالموت، وأنك مقهور بالبعث، وأنك مقهور فإلى جنة أو إلى نار. لن يقبل الله أن يكون ثم مكان آخر، إما إلى جنة إما إلى نار، لن يكون هناك ثم مجال آخر، وليس ثم إعادة. لن يكون هناك إعادة، يعني الآن هن يعني أنا أستطيع أن أعمل بوظيفة، فإذا لم ترق لي ولم تعجبني ماذا أفعل؟ أتركها وأذهب إلى غيري. عندما أدخل إلى المدرسة ولا أتي بدرجات جيدة، عندي قدرة أن أعيد مرة أخرى وأذاكر جيدا وأتي بالدرجات المطلوبة وهكذا. لكن الإنسان لا يستطيع، ما ذهب لا يمكن ارتجاعه. هل تستطيع أن تعيد نفسك مرة أخرى إلى سن السادسة العاشرة؟ ترجع نفسك لو أيام قليلة. كل ما يمضي، لذلك الحسن البصري يقول كلمة عجيبة غريبة محكم، يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. وقال مرة أخرى اغتنم يومك فإنه لا يعود إلى يوم القيامة، اغتنم يومك فإنه لا يعود إلى يوم القيامة. فهذا تذكير من الله لنا في هذه السورة أن الإنسان عمره قصير وإن طال، فأحسن عملك لا يعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. والقول الآخر يقول اليوم يا ابن آدم اغتنمني فإني إذا ذهبت لا أرجع إلى يوم القيامة، يعني ينتهي يومي إلى لن يعود، ويوم القيامة ستحاسب على ما فعلت داخلي. إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فلذلك الله ذكرنا سبحانه وتعالى أن أعمالنا محفوظة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن الإنسان مقهور لله. والله في هذا الموطن على شدة الموقف ذكر صفة الكرم، أنه يطلب منك أن تعود. فالله يطلب منا جميعا أن نعود إليه سبحانه وتعالى، لأنه يقبل القليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الإنسان منا لا يجهل هذا الأمر ويخدع عن هذا الأمر، أنك لك رب كريم، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل أي حسنة تعملها بشرط أن تكون على هدي النبي خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا اختل هذان أصبح عملك بدعيا غير مقبول. لذلك احذر أن تفعل شيئا لا يسرك أن تلقاه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا سيئاتنا. هذا وصلى الله على محمد. إذا في سؤال